ممكن اعرف بقى اتقمصتي ليه؟ ما انت عارف يا سي، انا كل اللي اعرفه ان اختك لسانها اطول منها، بس قلبها طيب وبتحبك وبتخاف عليك. انا عارفه انها بتحبني وبتخاف عليا، بس انا زهقت. زهقتي من ايه بس؟ زهقت من الكوره البلاستيك اللي انتم عايشيني فيها دي من وانا صغيره. حاسبي تتخبطي، حاسبي تتعوري، بلاش تلعبي مع حد. يا حبيبتي مفيش حد عايز يمنعك من حاجه والله، بس انت عارفه ان نزيب بالنسبه لك حاجه خطر. هما بيعملوا كده عشان خايفين عليكي وبيحبوكي، مش حاجه تانية والله. بقول لك ايه، انا هنزل اقطع لك لسانك، ولا اقول لك لسه مجبس عيل صغير في العياده ومعاه شويه جبس، هنزل افقعها اشوف معطقصه بيت رجلها عجزه لك في السرير شهرين. لا لا يا سين، بعد الشر عليها. دلوقتي بعد الشر عليها رجعتي في ثانيه. ها انت بتخيلي اختك بقى قاعده في السرير شهرين؟ ده احنا هنرتاح راحه في زن بقى ولا فرك، الدنيا هتبقى ايه، ملك. ولا اقول لك احنا نكسر ايديها عشان ايوه عشان تبطل تدخل على الفيسبوك والتيك توك. اسكت، انت عارف جمالات مسميه نفسها ايه على الفيسبوك؟ ايه، رايك الورد؟ لا يا ريت، مسميه نفسها الاميره جمانة. ايه جمانة؟ يعني جمانة دي عادي والاميره عدت عليك؟ اميره تعدي عادي، لكن جمالات تبقى جمانة دي اللي ما تعديش. ايوه كده، اضحكي اضحكي كده وروقي. والله يا سينا نفسي اضحك على طول، ونفسي اكتر افرح وابقى زي بقيه البنات واخرج واجرب كل حاجه، ومش كل شويه حد يفكر ان انا عندي مرض بيموت. ومين قال لك بقى ان الهيموفيليا بتموت اصلا؟ على فكره لو خدت بالك من نفسك والحقن فضلت قريبه منك مش هيحصل لك اي حاجه، وهتعيشي زيك زي اي بنت عاديه. يعني انت شايفني بنت عاديه؟ لا طبعا. ايه، انا شايفك احلى بنت في الدنيا كلها. انا عملت تحرياتي ولقيتها في جروب العقل زينة ولسانك حصانك، فجبناها لك عشان تعملي فيها اللي انت عايزاه. معلش يا رؤية، حقك علي، والله ما كان قصدي. خلاص يا جمالات، انا مش زعلانة منك كده. مش زعلانة؟ طب والله شكلك زعلانة. طب اقول لك على حاجة، اعملي فيها اللي انت عايزاه بس ترضي عني. انا عارف رؤية عايزة تعمل فيك ايه. ايه اللي كلنا عايزين نعمله؟ اللي هو ايه؟ بلوك من على الفيسبوك طبعا. الحاج محمود عايزكوا تحت. واحد زائد واحد يساوي اتنين يا أيوب. الحاج عايز في الحتتين دول 200,000 أخضر، وأنا مرسال بالآه أو باللأ، بس الحاج قال لي لو لأ يبقوا مش من نصيب أيوب. اسمع يا فاروق، أنت صبي ولسه شوية عليك على ما تقول كلام المعلمين ده. لا مش لسه شوية ولا حاجة، ده لسه كتير أوي يا أيوب. كلام المعلمين ده بيقولوا الناس لما يبقوا معلمين، لكن انا لسه السكه قدامي طويله. انت بقى معلم ايوب، قلت اه ولا لا؟ لا. وماله؟ ما على الرسول الا البلاغ. اخد بقى الحتتين دول واطلع بيهم على الخواجه في الزمالك، وهو يتصرف فيهم بمعرفته، وهو يبقى بدايه تعامل بيني وبينه. بس هيبقى في حق عرب بيني وبينك، عشان هتخليني انزل الزمالك في عز الزحمه، وانا ما بحبش الزحمه. ده مين اللي قال لك على موضوع الخواجه؟ الحاج دايما بيشكر فيه، بيقول انه راجل دغري ملوش في الفصال. اديك 180,000 اخضر يا فاروق. 200,000 اخضر يا معلم ايوب، انا ما بغيرش كلمتي. ادخل يا ياسين، واقف الباب وراك. كلم فاروق يا عبد الحميد، شوف فين عشان الكلام يتقال مره واحده. حاضر. طب والله العظيم انت كمان وحشتيني يا دودو، ليك عليا بكره عشيك عشوه حلوه. ده اللي هيخليكي معايا بس ارد على عمي. يا حاج. يا فاروق انت فين؟ لا انا خلاص داخل عليكم. طب يلا يلا مستنيينك. خمس دقايق وابقى عندكم. جاي يا حاج. السلام عليكم. السلام. مؤاخذة، اسف على التأخير يا حاج. ازيك يا ياسين؟ عاش من شافك يا دكتور. ازيك يا فاروق؟ كلمتك كذا مرة على فكرة ما ردتش عليا. خدش بالي، معلش. عملت ايه يا فاروق؟
كله تمام يا حاج. اقعد بقى عشان اقول الكلمتين اللي عندي. اوامر يا حاج. ما تقولي لبابي ان بات النهارده هنا يا تيتا. حاضر يا عيون تيتا. هيوافق؟ طبعا انا مامته، لما اقول له حاجه لازم يسمع الكلام. بقولك يا خالتي، هي الزوم القعده اللي جوه دي؟ علمي علمك يا جمالات، انا من الصبح شايفه محمود مش طبيعي، ساكت كده ومش عارفه ماله، ربنا يستر. طب يمكن قعده شغل. قعده شغل ايه بس اللي هيبقى فيها ياسين ويحيى مع بعض؟ عمته؟ نعم يا حبيبتي. هو ليه كنت سميكي يا جمالات؟ انا لما اجي اقول لاصحابي ان عمتي اسمها طنط جمالات يضحكوا. ما هو ليهم حق يضحكوا. اقول لك يا ستي، اصل ستك ام الحاج اسمها جمالات، فابويا بقى ضاقت بيه الدنيا كلها وما لقاش في عياله غير انا عشان يسميها جمالات. بس اقول لك على حاجه، لما اصحابك يسالوكي تاني قولي لهم عمتي اسمها جومانه. بتضحكي على ايه؟ انا بتكلم بجد، انت كده مش هتبقي كدابه. انا اصحابي على الفيس كلهم بيندهوني بجومانه. بقول لك يا حبيبه، ايه رايك نطلع فوق في اوضتي نلعب مع بعض؟ تيجي؟ يلا يلا.